اليوم يا أبنائي نتعلم استراتيجية جديدة للصف الأول الابتدائي الشعبة ألف، استراتيجية الحمامة الزاجل. في نهج القراءة المبكرة، من يريد أن يأخذ رسالة من الحمام الزاجل؟ تفضل يا ريان. ما هي رسالتك يا ريان؟ ما الصوت في كلمة خروف؟ ما الصوت؟ علي صوتك يا ريان. أحسنت يا ريان، تحية ريان. ريان رو متصل أو منفصل؟ متصل أو منفصل؟ متصل. أحسنت، تحية ريان. من يأخذ الرسالة الأخرى؟ من يأخذ الرسالة الأخرى؟ تفضلي يا أحلام، خذي رسالتك يا أحلام من الحمام الزاجل، نقرأها. اقرأ الحروف مع حركاتها، اقرأ الحروف من حرف الألف إلى حرف الثاء نكتفي. من حرف الألف؟ أنا حرف الألف إلى حرف الثاء. أقوى تحية لأحلام، أحسنتي يا أحلام. من يريد أن يأخذ رسالة من الحمام الزاجل؟ تفضل يا أحمد العيسائي. ما هي رسالتك يا أحمد؟ ما هي رسالتك؟ اقرأ قصة ترتيب الصف. يلا يا أحمد اقرأ قصة ترتيب الصف. ترتيب الصف. أحسنت. قال المعلم أريد ترتيب الصف. بدأ، أيوة بدأ. أنا بأشر لك وانت اقرأ. يلا بدأ. بدأ منير ونداء برتبان المقاعد، و وأنور ونور برتبان الصور. أيوة. رأى المعلم نبيلا جالسا وذهب، أيوة، لمساعدة التلاميذ. أيوة. نظر، أيوة، نظر نبيلا إلى المعلم فأسرع وأسرع، أيوة، وأسرع لترتيب المقاعد. شكر المعلم التلاميذ. أحسنت يا أحمد العيسائي، أقوى تحية لأحمد العيسائي. من يريد أن يأخذ رسالة من الحمام الزاجل؟ من يريد؟ تفضل يا عبد الله، خذ رسالتك يا عبد الله. رسالتك تقول قطع كلمة بارد. قطع كلمة بارد. قطع كلمة بارد يا عبد الله. تفضل يا عبد الله وقطع لي كلمة بارد. أضغط على القلم، أضغط على القلم. أحسنت، أيوة. إذن يا عبد الله من كم مقاطع يا عبد الله؟ من كم يا عبد الله؟ من كم يا عبد الله مقاطع؟ يلا نعد، يلا، واحد، اثنين، ثلاثة. أحسنت يا عبد الله، تحية لعبد الله. معنا آخر رسالة من الحمام الزاجل. من يريد؟ من يريد؟ تفضل يا أنس، خذ رسالتك وأقرأها يا أنس. رسالتك تقول اكتب يا أنس. أنس اكتب كلمة نور، وأعطيك كلمة ثانية. اكتب كلمة نور، أتمنى أنك لم تراها يا أنس. اكتب كلمة نور. أحسنت يا أنس. أنس اكتب كلمة الله.
أنا سأكتب كلمة الله. أيوة أحسنت يا أنس، أقوى تحية لأنس. وهذه كانت استراتيجيتنا لهذا اليوم، استراتيجية الحمام الزاجل. تحية لأنفسكم، بارك الله فيكم.